لما نيجي نتكلم على أهمية الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والطيور وأيضا النبات، دي منظومة متكاملة، وأحد أطراف هذه المنظومة هي المعامل. طالما المعامل بتاعتنا عندنا الإجراءات أو عندنا الآليات اللي ممكن من خلالها نضمن الحفاظ على سلامة هذه المعامل، أعتقد سوف نحافظ عليها ونضمن سلامتنا وصحة كل الحيوانات أو صحة البني آدمين وأيضا صحة النبات. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو المعامل البيطرية وأيضا كل المعامل إزاي نقدر نقوم بالدور الأمثل فيها، نتجنب الإصابة بالعدوى من خلال الأمراض اللي ممكن تنتشر، مع ضيفي الأستاذ ناصر خضاري المشرف على المعمل المرجعي. أهلا بك يا فندم. تحت لحضرتك يا فندم. وظيفة فن المعمل، يعني أعتقد دور مهم جدا يقع على عاتق فني المعمل والمهام بتاعته اللي بيقوم بيها، كلمنا عنه شوية. فن المعمل كان في الأول في الماضي كان تجهيزات ميديات، نعم. تجهيز للعمل بحيث ان الدكتور يخش يلاقي حاجته كلها مجففه ومعقمه وجاهزه للشغل، ان هو ما يتعطلش على حاجه. النهارده بعد في 2006 بعد ما ظهر مرض انفلونزا الطيور، نعم. دي اتغيرت تماما، نعم. ابتديت لازم حته ان انا احافظ على البيئه نفسها من التلوث من فيروس انفلونزا الطيور على اللي احنا سمعناه والسيناريوهات اللي كانوا عاملينها، نعم. ان المكان ده ان ده جاي لك موت، نعم. فهنعمل ايه؟ فطلبت ساعتها من اداره المعمل انها تعمل لنا دوره تدريبيه سريعه كده، تمام. انا وزمايلي التكنيشن كلهم، وخدتها على عاتق الجزئيه ديت، وابتديت اتعاملت مع اني ازاي اتخلص من بعد التشريح، لان كان في الفتره ديت بتبص تلاقي العميل جايب الشوال مليان فراخ وبيرموه لك قدام باب المعمل ويجري بالزبط. في قنبله وقلقان وخايف. طب نتعامل ازاي؟ ابتديت عملنا جواب للمحافظه ان في عربيه نفايات تيجي لي يوميا، نعم. تاخد النفايات من عندي، بتبتدي بعد التشريح ويشوف الحاله بتاعته، نبتدي ناخد الـ كل الفراخ ديت اللي جت ديت او العينات ديت، نعم. نبتدي نحطها في اكياس معينه ونحطها في الاوتوكلافات، نعم. وتتعدم بتاع درجه معينه، جميل. وبعد ما تتعدم تبتدي عربيه النفايات ابتدي انقلها. اللبس نفسه بتاع التكنيشن كله في المعمل جوه يبتدي لازم يكون في اوفر شوز واوفر هيد، والكمامه اللي حاططها حضرتك اللبس بتاعه، جميل. ده اهم حاجه. وحته التعقيم اول باول، يعني دخلت لي عينه خلص تشريح، ما ابتديش بقى اروح مدخل عينه ثانيه عليها ابتدي يشرح الدكتور او بتاع يشتغل فيها، ما هو الاولين موجود ما طهرتش، لا ابتدي اطهر الاولين، وبعد ما اخلص اخش على مرحله ثانيه. نبتدي الوقت اللي احنا فيه ما فيش عينات كتير داخله، اروح مقفل الاستلام دوت مع التكنيشن اللي معايا، ونبتدي نحط برجمات بوتاسيوم مع فورمالين، نعمل عمليه تبخير عشان البيئه المحيطه بتاعتنا ما يبقاش فيه تلوث. دي خدتها على عاتقي انا وزمايلي، والحمد لله كنا ماشيين فيها تمام، دليل ما فيش اي اصابه حصلت عندنا في المعامل من 2006 من ساعه ظهور المرض لغايه وقتنا هذا. طيب اهميه سلامه وطهاره المعمل يعني واثره على الصحه العامه يا فندم. اكيد حضرتك انا دلوقتي لما هخش هاخد اي فيروس من المكان ده هوت اي تلوث، وهمشي ما غسلتش كويس ما غيرتش اليونيفورم بتاعي، هبتدي اروح بيتي هنقل الفيروس دوت لجاري لعيالي في البيت، فده طبعا دي نمره واحد ان انت من المعمل تبدا السيفتي بتاعك صح. طيب المعامل من وجهه نظرك شايف ان اخذ الاجراءات الاحترازيه اللي ممكن من خلال تجنب الاصابه باي فيروس، وخاصه والله يعني فيروس انفلونزا الطيور للاسف بدا ينتشر دلوقتي، هو ده الموسم بتاعه اللي هو في دخول الشتاء حضرتك، نعم. لكن بالنسبه في المزارع بره وكده، انما عندنا في المعامل احنا عاملين حسابنا الحمد لله الدورات بعد كده اخذنا دورات تدريبيه كتير ان احنا نقدر نحافظ ازاي على سلامه المكان اللي شغالين فيه، تمام. بحيث ان تطلع النتيجه اللي تطلع ايجابيه يعني ايجابيه، طيب. سلبيه يعني سلبيه. هنكمل حديثنا لكن استاذن بس حضرتك نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني مشاهدين. أشهد أن محمدا
رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل كنت بسال الاستاذ ناصر، هل حضرتك شايف ان كل المعامل اخذت احتياطاتها في تجنب الاصابه بفيروس انفلونزا الطيور؟ اعتقد كل جهه في الحكومه اتخذت احتياطاتها، خاصه وزاره الصحه وايضا يعني المعامل البيطريه بكل يعني جهاتها وكل الاماكن المتواجده فيها اخذوا هذه الاحتياطات. كلمني عن الاحتياطات اللي انت اخذتوها في المعامل الخاصه بك يا فندم. المعامل عندنا ابتدينا من دخول العينه. نعم. من بدايه دخول العينه ابتدي ليها مسار معين لغايه ما تخش الاستلام، بحيث ان اللي بيستلمها واحد متخصص واخد دوره تدريبيه. تمام. ان هو ياخد العينه يدخلها الاستلام جوه عشان يبتدي الدكتور يشرحها او يتعامل معاها. دي بدايه عندنا في. وبعد ما بيخلص زي ما قلت لحضرتك، بعد ما بيخلص تشريح خلاص وشخص حالته، فبيبتدي الدكتور نفسه بيبتدي يلعب اللبس بتاعه وبيبتدي ياخد الشاور بتاعه والتكنيشن نفس النظام، ونبتدي نتعامل مع العينه ديت انها ايجابيه، ماليش دعوه برضك هي خلاص دخلت عندي. تمام. ابتدي اتعامل معاها زي ما قلت لحضرتك تحت درجه معينه في الاعدام، وبعد كده هو لغايه ما تتنقل بنقل امن عن طريق عربيات النفايات. تمام. بتاعت المحافظه. بالنسبه ما تطلعش ما تنتشرش في المكان، لان المعهد فيه اقسام ثانيه كتير حضرتك. تمام. فالمعمل ودينا دورات تدريبيه كتير بالنسبه لانفلونزا الطيور. تمام. طيب من خلال العمليات اللي حضرتكم قمتوا بيها، هل تم رصد اي حالات خاصه بانفلونزا الطيور؟ لا الحمد لله عندنا بالنسبه للمعمل لا، لكن طبعا اكيد في حالات كتير اللي جت من بره فيها. دي بقى بتبقى بالنسبه للاطباء. طيب زمان كنا بندخل استاذ ناصر اي معمل نلاقي مثلا فن المعامل منتشر، يعني كتير، يعني ممكن 10 تلاقيهم في معمل واحد، زي منتشرين زي خليه النحل. دلوقتي للاسف ما بقيناش نشوف هذه المشاهد. ليه؟ حقيقه بالنسبه كنت عايز اتكلم في نقطه مساعد المعمل دي. انا كنت بشوف زمان كان والدي الله يرحمه كان ماسك رئيس وحده الزجاجيات في المعهد بحوث صحه الحيوان اللي انا موجود فيه حاليا دلوقتي. كان بيصنع ازاز بالسير ووزرمان ودرهم انابيب حاجات كده، كان بيعملها على النار. كانت عجباني الشغلانه، كنت نفسي حتى اعملها، كان يخاف عليا عشان الازاز.
مع الوقت فوجئت انهم ابتدوا يشتروا جاهز من شركه الجمهوريه ومن شركات الادويه اللي بره وكده. اندثرت الحته ديت. ابتدى المعامل عندنا في سنه 85 دي، انا كنت بشوف اجي 40 او 45 فرد، دول مين المساعدين معامل، ناس كبيره تقف جنبيهم تشوف شغل جميل. النهارده ابتدت العمليه ديت، حتى التكنيشن المعمل عندي عايز يعمل نفسه هو عامل، مش عايز يتعلم حاجه. يعني الدوله نفسها اهملت حته مساعد المعمل دي انها تطوره وانها تدي له امكانيات. يعني بره نسمع ان مساعد المعمل في امريكا من حقه يعمل ابحاث ويعمل كتاب، هنا عندنا مفيش الكلام ده خالص حضرتك. مساعد المعمل عندنا عامل. طب ده سببه ايه يعني يا فندم؟ هنتصل الابحاث على الدكاتره المختصين. طب ليه الفن المعمل محروم من ده؟ قوانين البلد ولا الله اعلم. انا فوجئت ان خلاص المجموعه اللي مشيت ما دربتش حد بعديها. يعني الموجود منهم دلوقتي عندي في معهدي انا ثلاث افراد اللي هم بيحضروا الميديات، بس حاجات على قديهم، غير زمان، غير كميات الشغل اللي كنا بنعملها زمان. الفرق زمان عن دلوقتي، كنت بتعملوا ايه في المعمل ودلوقتي ما بقاش يتعمل؟ يعني انا لما اشتغلت في الامصار واللقاحات زمان حضرتك، كنا لما نيجي نعمل اللقاحات ديت كنا بنجيب اللحمه اقطع منها الدهن وبتدي نسلق اللحمه ديت ونبتدي ندخلها اللي هي يتغذى عليها اللي هو بيشتغل بيها على اللقاحات بتاعته. تمام. بعديها بفتره خلاص بقى العمليه دي اتطورت، بقى ببتون مجفف بيجي من شركات الادويه بردك، علبه تتفتح يشتغل بيها على الميه المقطره بتاعته ويبتدي يعمل اللقاحات بتاعته. ما خلاص يعني في حاجات ماشي احنا عديناها، لكن المفروض الدوله تساعد. ده مساعد معمل يعني ليه امتيازاته وليه اختصاصاته ويشتغل من حقه يبقى زي المعامل الخاصه اللي احنا يطوروا منه بالظبط. يعني الدوله ليها جزء، والشخص نفسه خلاص النهارده بقى بيجري عايز يجي بتطلب منه الشغلانه ديت، ما بقاش زي الاول كان بيحب الشغلانه يبتدي يطور فيها ويعمل فيها. لا خلاص شيل دي بيشيلها من هنا، بيقضي واجب. شيل دي بيشيلها من هنا حطها هنا، لكن لا المفروض شيلها من هنا مكانها في صح فين يقدر يتعامل، اذا تتحط هنا وتتحط كده. يعني زمان في فن وابداع في التكنولوجيا دي حقيقة. أو في النهارده دي خالص حتى الشخص نفسه ابتدى يغطي على نفسه. انت راجل مساعد معمل، ايه اللي خليك تمسك معيشه؟ طيب ابتدي تعالى انا هعلمك او هديك دوره تدريبيه. لو النهارده بتبقى في دوره تدريبيه عندي باجي اقدم فيها يقول لك لا ما تنفعكش دي، عايزين واحد يكون مش عارف تخصص ايه، شهاده ايه، بالرغم انها دوره ممكن اسعافات اوليه، ممكن دوره ان انا احافظ على المعمل دوت ان هو حته سلامه مهنيه، يقول لك لا اصل انت ما معكش. هتفيدك وهتفيد كل الناس اللي قايم عليهم الابحاث دي بالظبط. يعني في جزئيه اللي هي السلامه المهنيه ديت النهارده وصحه البيئه، انت لازم مسؤول انك تجهز مكانك ومعملك. ان ما تمشيش الاقي في وصل الكهرباء في الارض تشغل فيها وانا ماشي، تبوظ السيستم بتاع الكمبيوتر اللي شغال، ما اطلعش فوق الاقي مش عارف حاطط فوتيه زي دوت وفي كشاف فقير ممكن الترانس يسيح ينقط عليه يعمل لي مشكله في المكان. تيجي تتكلم في دي يقول لك لا دي ناحيه امنيه. طب ناحيه امنيه، طيب هجيب الامنيات منين عشان يشوفوا الكلام ده؟ فمفيش مساعده من الادارات نفسها. ايه اللي انت شايفه ممكن يكون حتى يعني ينهض بفن العامل بصفه عامه؟ والله انا اتمنى الاول في كل عامل في كل مكان مدير المكان الاول يبتدي يجي، تعالى انت معاك انتوا مجموعه اهوت 10 15 واحد، ممكن انا اعمل لكم دوره تدريبيه في كذا وشوف خبرات كل واحد وشوف واعرف وهدي الدوره ديت واجيب اختبرهم بعد كده هل جابت معاهم نتيجه، هل هم هل هيدوني بيها مصلحه للمكان والبلد وكده اهوت. تمام ابتدي اصفيهم، بقوا 10 بقوا 4 او بقوا 6. نعم. ابتدي اصفي معاهم لغايه ما هلاقي في 3 ممكن بعد كده الثلاثه دول يعلموني 3 تانيين، مش هحتاج لبره. دور حضرتك في المعمل المرجعي يا فندم؟ دوري في المعمل المرجعي حته الاول اشراف على المساعدين المعامل كلهم اللي عندي انا طبعا. تمام. اللي هم بيعزوا التكنيشن عامه. نعم. الاشراف عليهم. اي صيانات بالنسبه للمعمل، اي مشاكل في الاجهزه ببتدي اجيب المختص عشان يشوفها او الشركه الخاصه عشان تشوفها. حته السلامه المهنيه ديت ان هي زي ما قلت لحضرتك ان التوصيلات اطمن على التوصيلات، اطمن على مجرى الميه ماشيه فين في صح كده يعني الحمد لله. طيب تطمن السادة المشاهدين اللي عندهم تخوف يعني من منظومة أمن وسلامة المعمل دلوقتي أو القائمين عليه تقول لهم يا فندم؟ والله أقول لهم في فريق عمل في المعمل يعني ربنا يكرمهم، وناس عندهم ضمير وناس عندهم أولاد يخافوا عليهم وناس بيحبوا البلد جدا جدا، ونؤمن إن شاء الله من أول العامل اللي تحت لغاية مدير المعمل إن شاء الله متكاتفين مع بعضينا لغاية ما نقضي على هذا الفيروس اللعين بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. من خلال بقى خبرة حضرتك أكيد تسمع من الدكاترة، يعني لو اتكلمنا بقى عن الأجهزة الموجودة في المعمل، هل الأجهزة الموجودة عندنا في المعمل زي الأجهزة اللي موجودة بره، ولا بتلاقي بعض الدكاترة يقول لك ده إحنا انتقصنا مثلا جهاز الفلاني موجود في أمريكا مش موجود عندنا؟ والله من اللي انا سمعته واللي انا بشوفه في شغلي اللي عندي الله اكبر، يعني الاجهزه اللي موجوده بره موجوده عندنا الحمد لله، موجوده عندنا بالفعل، وفي عندنا بعض الاطباء وفي يعني الله اكبر استخدامها بقى بأمانة. استخدامها بامانه هل بنستخدمها زي ما بيستخدموها بره ولا ما بنستخدمهاش؟ بيستخدموها بس للاسف يعني المفروض بردك يعلم الجيل اللي وراه.
يعني يستخدمها اننا النهارده ناصر واقف بيستخدم الجهاز دوت. تمام. الناصر ما جاش النهارده او تعب الاسبوع ده او الشهر دوت، طب مين اللي هيجي؟ مين المفروض حق يشتغل ورا ناصر في الجهاز دوت؟ هي نقل الخبره قصدك؟ هي النقطه دي اللي بتمناها من 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 رجالتنا. طيب بما انك بتطالب بموضوع نقل الخبره، اهميته بقى يكمن فيه؟ اكيد اهميته هيكمن ان انا لما هيبقى علمت جيل ورايا هيبتدي العمل هنا مش هيقف. هاجي النهارده في عندي عينه هتتفحص في وقتها القياس اللي هو اللي لا اقدر الم فيه الدنيا عشان خاطر ما يتوسعش مني. تمام. هربي جيل صح، الصح هيبتدي يبعد عن قعده القهاوي وقعده واخد حضرتك ويشوف شغله ويشوف اكل عيشه، وده كلنا كده هنبقى هننفع البلد في الاخر. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك، وخلينا استعين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم على علم وعلم. الله ينور عليك. بالظبط كده، ده اللي احنا عايزينه، ان كل واحد عنده خبره او عنده علم في موضوع معين مهم جدا ان هو يفيد بيه الناس الاخرين، لان هم دول بعد ما يطلع معاش او يسيب الشغلانه في ناس هتكمل المشوار وتكمل المسيره بعده. اعتقد ان احنا لما نكمل هذا الموضوع ونحرص زي ما قال استاذ ناصر ان كل واحد عنده خبره يسقي من معلوماته الخبرات اللي حواليه، ده هيفيد المنظومه بشكل كبير جدا. اعتقد لما يكتنز لوحده هيأثر في هذه المنظومه، ما يكونش عندنا استخدام للاجهزه التكنولوجيه بشكل امثل. خلاص طالما هو مشي يبقى خلاص كده المعمل يقف، اعتقد ما ينفعش. ما ينفعش، حرام طبعا. تمام. ايه اللي انت بتلاحظه اخيرا كده، يعني غير اللي حضرتك ذكرته، ان احنا في بعض الناس، مش عايزين نعمم، في بعض الناس ما بنقولوش الخبرات، ايه اللي انت لاحظته تاني في المعامل بتاعتنا؟ نخلي خبرتك. والله انا اقول لحضرتك، انا بس اتمنى ان اداره المعمل نفسها، اداره المعهد نفسها تلاقي الفرصه ان المجموعه دي تنفع في الدوره التدريبيه دي، يبعتوهم ما يستناش يقول لازم يبقى معاه مؤهل عالي، لازم معاه مش عارف، لا ما يبصش للنقطه دي، ما يحاولش يعقد الامور. نعم. بالظبط، دي اللي بتمناها وديت اللي انا ملاحظها في الاونه الاخيره. طب مسؤول المعمل يعني او فني المعمل عنده القابليه ان هو يلتحق بهذه الدورات ويعلم ان شاء الله؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، لان دي هتنفعه وهتنفع مكانه. حضرتك انا النهارده لما بروح دوره تدريبيه بيقول لي مجابهه مرض انفلونزا الطيور حضرتك. انا ابتديت اتعلم ازاي اعقم هنا، ازاي الفيروس ده بيموت عند درجه حراره معينه، ممكن غسيل الايد بالصابون العادي يموت الفيروس. ببتدي الكلام ده بمسك التكنيشن زي ما قلت لحضرتك اللي معايا، بقول لهم بتبتدي خلاص المنظومه كلها مع بعض، لان انت بقول لحضرتك ده عباره عن ترس شغال. صح. اي سنه فيه هتفوت. صح. هتبوظ اللي قبليها وتبوظ اللي بعديها، وبتاخد خبره بتنفعك في حياتك الخاصه وايضا في حياتك العمليه، لما توعي ناس ثانيه وتقول لهم خدوا بالكم واعملوا احتياطاتكم في الموضوع ده. اعتقد هي المنظومه زي ما انت قلت، ترس شغال ومنظومه متكامله، لو في خلل ولو 0% في هذه المنظومه هيأثر على باقي المنظومه. بالظبط. امنيتك بقى للمعامل في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ امنيتي ان انا يبقى الدوله تساعدنا اني اوصل بمعملي ده هوت للعالميه. انا طبعا اكيد معملنا ده واصل للعالميه، بس بصفه كده هوت على بالايزو اللي احنا واخدينه حضرتك. طيب. انما انا بتمنى ان الدوله تساعد المكان دوت وتكبره، وما تحاولش يبقى نقول مثلا يبقى في معامل قصاده تتعامل بنفس الطريقه او تشخص ثاني، لان دي جهه سياديه لازما تبقى يعني النتيجه اللي طالعه من عندك طالعه صح بما يرضي الله. نعم. ومجموعه القائمين عليها ناس بتعرف ربنا وبتخاف ربنا وبتخاف. نعم. وبتخاف على البلد دي وبتحب البلد ديت. وانا بحييك، فانا بطلب من الدوله انها تساعدنا. انا بحييك وانا فخور ان في ناس بتحب شغلها جدا زي الاستاذ ناصر، وفخور ان عنده تطلع، عنده رؤيه ان هو عايز يلتحق بالخبرات، يكون عنده خلفيات حتى يستطيع ان ينهض بالمنظومه اللي هو شغال فيها بشكل عام. انا بشكرك جدا استاذ ناصر. الاستاذ ناصر خضاري المشرف على المعمل المرجعي، بشكرك جدا يا فندم، تحياتي لحضرتك وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، للاسف وقت حلقتنا النهارده خلص وجري مع حضراتكم بسرعه، ان شاء الله انتظرونا غدا لقاء تجدد من برنامجكم اللون الاخضر. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.